خروج من الجنة؟ ايه اللي جاب اللوحة دي هنا؟ تحب على اهلك فين؟ لا حبيبي، ما بعلقش حاجات مش أصلية في بيتي. ومين قال لك انها مش أصلية؟ مش أصلية طبعا، عشان الأصلية عند مصطفى في المكتب. طب ما هو مصطفى كلمني وقال لي اجيبها لك هدية في البيت. تصدق اتكسفت، يا ريتني ما قلت له انها عجباني، دي غالية قوي. مفيش حاجة تغلى عليكي. طب شوش بقى، احطها هناك وبعدين نشوف هنعلقها فين، عشان انا هموت من الجوع. ايه الاكل الحلو ده؟ انا اللي عاملاه دليفري. انت اللي عاملاه دليفري؟ بهزر معاك، بجد انا اللي عاملاه كده. واضح انك ما بتعرفش تاكل بالستيكس خالص. حاولوا يعلموني في لندن كتير قوي فشلوا. لندن؟ كنت امتى في لندن؟ كان عندي 14 15 سنه. مع مين؟ انا واهلي. كنت بتدرس هناك يعني؟ ابويا كان بيعمل بيزنس واحنا كنا بندرس هناك. ساره كانت معاك؟ بس ما كملتش. ليه؟ ما كملتش، رجعت معهم. يعني كان عندها مشاكل نفسية كده. مشاكل ايه؟ حاولت تنتحر مرة. محدش عارف الكلام ده غيري. سوري اني بسأل، بس سارة تنتحر ليه؟ لا من غير سوري. بصي سارة كانت يعني بنت تينيجر، محدش مركز معاها. أمي طبعا كانت مشغولة، عمرها ما خد بالها منها، فكرهت نفسها يعني، ما بقتش حبت. وماما كانت فين في الفترة دي؟ زي دلوقتي ما انت شايفة، كانت بتعمل دكتوراه ومشغولة بقى في طموحاتها السياسية وعايزة مركز ايه وتوصل لمين. وعلى فكرة هو ده السبب اللي رجعها مصر، ما رجعتش عشان سارة. وانت عملت ايه مع سارة لما كانت في أزمة؟ تفتكري واحد في سني كان ممكن يعمل لها ايه؟ أختك تقف جنبها، أكيد ده اللي كانت محتاجاه له. تفتكري كان ممكن يعمل معاها ايه؟ أحضنها وطبطب عليها. أنا كمان كان عندي مشاكل وكنت تايه، مش يعني تين ايجر تايه. مش بتقول كنا صغيرين؟ ايه المشاكل اللي ممكن تواجهها؟ ماما كانت فين في الفترة دي؟ نفسيلك تدخلي في العيلة وتشوفيهم كويس، انتي بس لسه مش واخدة بالك. معلش، مفيش مشاكل ملهاش حلول. حبيت لندن؟ في الأول كانت كئيبة شوية بس خدت عليها. لما سووني لوحدي بقى لقيت ان انا لازم اتصرف. واحد عنده 15 سنة قاعد في لندن لوحده يصيع بقى. عملت بلاوي. طب احكيلي. بقولك بلاوي يا كرم، احكيلك ازاي؟ احكيلي. ما كلنا عملنا بلاوي. ايه هو انت عملتي بلاوي؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى انت؟ لا لازم تحكي انت الاول. خلاص لا انا ولا انت، مش هحكي حاجة ومش عايزة اعرف. Mm-hmm.